الله يصبحكم بالخير اخواني اخواتي. نادي قطر الرياضي عمل معرض جميل اسمه سمي بلادي، معرض لقدامى لاعبي كرة القدم في كثارة من السبت الى الخميس. شوفوا بعض طبعا اول شيء صبح عليكم واقول لك يا مرحبا ابو علي. هذا طبعا مجسم لنادي استقلال، كان في بدايه السبعينيات بعد الدمج. طبعا تكوين اللاعبين، تكوين الاداره، تكوين الفريق ككل كان موجود من هذا الملعب اللي هو ملعب رملي من احد بيوت الشيخه في وادي سيل. طبعا هذا المجلس كما هو المعتاد الاداره كانت موجوده هنا، نفس الطبق الأصل المجسم اللي وضع التصور. طبعا بعد استشارات عديدة من عاصروا هذا الوقت، طبعا كل وصف هذا راح موجود في هذا المجسم. طبعا نادي قطر يتكون من ناديين اللي هم نادي العروبة، وهذا قرار تكوين تتأسس نادي قطر في فترة الستينيات، وهنا دمج الفريقين مع بعض في عام 1972 بقرار من وزير التعليم ورعاية الشباب آنذاك. نتكلم بعد أيضا عن الشخصيات ورموز النادي من رؤساء فخريين اللي هم على القائمة العليا، سعادة الشيخ سحيم بن حمد الله يرحمه، وأيضا تواجد حمد بن سحيم، عبد العزيز بن سحيم، عبد العزيز بن جاسم، والشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عبد الله. وهنا الرؤساء اللي كانوا موجودين في الفريق مع بداية التكوين إلى الآن. لو تلاحظ الأبيض الصور الملونة هم من عايشين لله الحمد، وأيضا الأبيض أسود هم من توفاهم رب العالمين ونطلب لهم المغفرة. عن الأساطير والنجوم اللي أول شخصية كرمناها اللي هو طبعا الكابتن خالد بلان، أفضل لاعب خليجي 70 جوهرة قطر وجوهرة الخليج، وأيضا مبارك وليد من حكام الدولين، وأيضا لاعب وكابتن واحد من مؤسسين النادي وكان رئيس نادي في فترة، وهذه هدايا تذكارية له. طبعا طالب بلان أول حكم دولي، وهو شقيق خالد بلان، واحد من الشخصيات المميزة في الجانب التحكيمي. أيضا صالح صقر رئيس نادي، مدرب، رئيس جهاز. سلمان ماس طبعا هو واحد من الكباتن اللي كانوا من أساطير اللي في العروبة وأيضا في قطر. معظمهم من اللاعبين وأيضا من الشخصيات الإدارية أو من الشخصيات المشجعة، ومن بينهم الله يرحمه محمد لنقاوي زميلنا كان في التلفزيون، أيضا أحمد سليمان، وشخصيات توفاهم رب العالمين. فأنا الآن اللي نتذكر ونرحمهم برحمته إن شاء الله، برحمة رب العالمين على هؤلاء، ولا ننساهم إن شاء الله. هذا طبعا الكوس اللي كانت في فترة الستينيات من فريق العروبة وفريق قطر، بطولة الدوري، بطولة الكاس. طبعا لو تشوف هناك كابتن الفريق اللي هو سعد الشيخ حمد بن سحيم في الصورة الموجودة، هنا كان كابتن الفريق في مباراة من مباريات كاس الأمير، وأيضا بعض الكيسان. هذا طبعا كاس الأمير آخر بطولة حصلنا عليها، كاس الأمير 76 75. طبعا صور تذكارية لنجوم وأيضا اللاعبين للفرق اللي كانت حصدت هذه البطولات. هاي طبعا قائمة البطولات اللي حصلنا عليها لائحة كاملة، كأس الأمير 8 مرات، وأيضا دوري العام 8 مرات بحصول العروبة وأيضا قطر في البطولات. كأس كابتن عوض حسن هداف الدوري 72 73، غني عن التعريف كابتن عوض حسن، واحد من نجوم الفريق. وعبد الخالق سعد طبعا واحد من مشاهير، عنبر بشير هنا أيضا تواجده من ضمن المكرمين.
لاعب وقائد منتخب وقائد نادي. محمود صالح طبعا حارس مرمى هذا آخر تيشيرت له في مبارياته، وهدايا تذكارية هني أو الميداليات اللي حصد عليها، وهذا شعار النادي القديم وتغير إلى هذا. ماجد بخيت واحد من نجوم استراليا، واحد من السفراء في كأس العالم 22، يستحق التكريم من ضمن القائمة الموجودة. عبد العزيز حسن نجم اسطوري وكابتن اسطوري مع الفريق، والجوائز الذي حصل عليها رقم 11 كان مميز مع عبد العزيز حسن. كابتن حسين رميحي حارس القدير الحارس الكبير مع الفريق، صال وجال في الذود عن مرمى النادي، بعد واحد من اللي يستحقون التكريم لأن نجم كان كبير جدا. طبعا هؤلاء هنا من الشخصيات المؤثرة كانت بنادي قطر، مسكوا جوانب إدارية فقط لكن يستحقون نرفع لهم العقال لأنهم اللي وضعوا اللبنة الأساسية في عمل الإداري. هؤلاء من كانوا معنا في العروبة وكانوا معنا مع قطر ورحلوا انتقلوا إلى نادي السد معظمهم، واحد في الريان وآخرهم كان النجم وسام رجع لنا كمدرب. هؤلاء المحترفين من أثروا على تطور الكرة القطرية وأيضا نادي قطر بالأخص، من كنيجيا، من رابح ماجر، من عبد الرضا برزكري هني، من طلال غرقوري ويوسف سفري، قصي، إيتو، أكوشا، جنبا جنبا، يستحقون الإشادة، يستحقون التكريم، ويستحقون أن تضع صورهم في هذا المكان. من بينهم راضي شنيشل كان لاعب ومدرب للفريق في وقت آخر. طبعا هذا الباب واحد من الأشياء اللي جنيناها من سعد الشيخ عبد العزيز بن جاسم، هو باب نادي العروبة. لو تقرأ فوق نادي العروبة الرياضي، وهذا باب تقريبا من 1960 متواجد هذا الباب. 1960. نعم. وهذا شعار نادي قطر 1961 مع مجسم تقريبا الباب أو ديزاين الباب اللي عامل، وكان الشعار هالشكل، وهذه صورة موجودة عندنا، فعملنا طبق الأصل منها وحطينا الشعار فوق وأيضا مجسم الباب يكون تحت. سالفة هذه المقتنيات شلون قدرت تحصل عليها؟ هذه الله يخليك، انا سالت العيال في اغراض حق ابوكم عندكم، قال اي والله الوالده الله يطول بعمرها عندها صندوق فيها بعض الاغراض. طيب كان اروح يا اخوي واحب العيوز على راسها، جعل الله يطول بعمرها ويحفظها، قلت يا يمه انت محتفظه بالاشياء هذه ليش عندك في البيت في الصندوق بعد خاشيتهم؟ خلينا نوديهم المعرض الناس يشوفونهم ويترحمون على مبارك، الله يرحم مبارك ان شاء الله. ومبارك وليده هو من مؤسسي نادي قطر، هو كان رئيس سابق لنادي قطر، هو مدرب، هو لاعب، هو اداري، هو كل شيء في نادي قطر كان زين. كان تجيب لي الصندوق، تخبر الصندوق الحديد اللي عليه طاووس زين، اي كان نبطل، كان القى الكاس هذا اللي تدور عليه عاد. اي والله وديته ولمعته ونظفته وجبته لهم، هاي ملمعة الكال، ولقى البطاقات هذه، بطاقة لاعب يد، لاعب ألعاب قوة، لاعب كرة قدم، وبطاقة مشاركته في دورة الخليج الثانية، هنا هو كابتن الفريق بعد في دورة الخليج الثانية زين. ومن بين اللي لقيتهم دستور نادي قطر، هذا شيء مهم جدا زين. دستور نادي قطر اللي هو تأسيس نادي قطر، منطقة نادي قطر، شعار نادي قطر، شروط العضوية، والأشياء هاي كلها موجودة في الدستور. ما عرضتكم ما قالت أي شيء؟ لا قالت تشوف إن ما جبت شيء ناقص ترى أنت مو بحسن لك. إي والله العظيم مو بحسن لك. وهذه صفارة مبارك ويد الله يرحمه آخر صفارة حكم فيها. هذه. واللي حبه لنادي قطر حتى السير الصفارة أصفر. أصفر إيه. وهاي كرت أصفر وأحمر. إيه. واللاعب رقم 2 عنده انذار، من هو اللاعب أنا ما أدري. أروح أدور عليه من رقم 2 ذكر اليوم. هذا هذا البوم يخص المرحوم مبارك وليد ايضا كامل. كامل ومجموعه صور ما شاء الله زين.
هو مع زملاء اللاعبين طبعا. اي نعم. جاني واحد من اللعيبه اللي موجودين وقال لي يا اخي ابي صوره ابوي الله يرحمه. فقلت يا اخي ابوك عقب روح هناك عندهم ام وليد وسعيد اخذ الصوره لكن الحين لا. زين طبعا الداريات حلوه والله ذكريات حلوه. قال لك اعتقد اخوي مسلم كل شيء طالب بالله على صالح الصقر على سلمان الماس ناس. انت وين؟ انا في شنو وين؟ انت الحين جمعت هذين كله. طب انت وين صورك؟ وين تاريخك معاهم؟ انا خلف الكواليس اللي يقولون عن اشتغل ترى انا بس. اي نعم. شوف اخوي عشان تعرفوا علي يمكن مسلم قال لك اسم المعرض قدامى لاعبي نادي قطر. اي نعم. اذا عندنا لاعبين توفوا الله يرحمهم. الله يرحم الله. نعم. فهنا نقول لن ننساكم الله يرحمكم. جزاكم الله خير. صح؟ ايش تروح تدور صورة فلان وتجيب صورة فلان؟ هاي 34 لاعب ترى. مجهود قوي والله. مجهود كبير والله صراحة. الحمد لله رب العالمين. فنعطي الجماعة حقهم على الأقل هنا لما تشوف صورة فلان. أنا جاوني ناس لي يقول هذا أبوي، هذا عمي، هذا خالي. هالدرجة وصلوا ناس اللي عندي. هالكؤوس القديمة أعتقد في أوروبا يشترونها بفلوس. هذه. إيه. فشوف انت كاس 66 دوري 66 67 دوري 67 68 68 69 69 70 ترى هاي اشياء مو بسيطه. صحيح. صح؟ وانا من لقيت المدينه بعد عندكم محتفظين فيها؟ انا على صوت منبرك هذا اقول كل شكري وتقديري لسعاده الشيخ عبد العزيز بن جاسم بن حمد اللي اعطاني هذه. هو عطاك اياه لانه هو مؤسس نادي العروبه. اي نعم. هو الرئيس الفخري لنادي قطر. طبعا لاحظت سعد الشيخ احمد بسيف كابتن الفريق. اي صحيح. نعم. واقول لك قصه عادي. الصوره هذه قصه الصوره هاي الصوره عادي. هاي فريق نادي قطر. ايوه. راح البحرين عن طريق اللنج. طيب. راح هناك لعبوا خمس ايام قعدوا. لكن استغربت من شيء واحد في الصوره. انه جاني في اول يوم الافتتاح ريال شيبه بلحيه غانمه قال ترى هالولد صغير انا. هذا؟ ايه. ذاكره قويه ما شاء الله. شيبه ها؟ قال ترى الصغير هاي انا. سنه كم؟ 71. ايه. وطلع الرجال هذا اسمه عبد الله بن علي المطوع الحمادي. بالنسبة لكم شو تمثل البطولات هذه؟ هذه بطولات طال عمرك اللي جابها نادي قطر. جابها نادي قطر والعروبة اللي صاروا نادي الاستغلال. نعم. ثم تحول إلى نادي قطر. هذه بطولات تاريخية. أنا شخصيا أتمنى أن اتحاد كرة القدم يعتبرها ضمن قائمة بطولات نادي قطر. صحيح. ليش؟ الاتحاد كرة يقول لك والله نادي قطر حقق كأس الأمير مرتين لأن احنا نحسبها من 72. شو تحسبها من 72 واتحادك مؤسس سنه 63؟ صح المفروض من قبل. لا خلاص تحسب اللي انت احنا جبناه ما دام انت مؤسس 63. صحيح. وبعدين في اي دوله في العالم انت تشارك في بطوله بالمنتخب معناته عندك انديه. عندك انديه معناته عندك بطولات. عندك بطولات معناته عندك بطل. صحيح. اكل بطل موجود. ليش ما تعترف في ايام بطولاته؟